السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري في فيديو جديد. هذا الفيديو كيخص الناس اللي متبوعة بالامتحان، 10 ديال النصائح للمذاكرة وللحفظ قبل الامتحان، 10 ديال النصائح باش تراجع وتحفظ مزيان قبل الامتحان. بقى معايا باش نعرفوا شنو هما هاد 10 ديال النصائح. النصيحة الأولى، النشاط البدني والرياضة. إذن النشاط البدني يساهم في تحسين الذاكرة والتخلص من الضغط، يعني كيخلصنا من داك ستريس خصوصا في هذه الفترة اللي قبل الامتحان. من أهم الأنشطة البدنية اللي ممكن نديروها مثلا الجري خارج المنزل، ولا تمارين رياضية منزلية اللي غادي نديرو فيها مجهود بدني اللي غادي يخلي الحالة الذهنية ديالنا والنفسية ديالنا مرتاحة. ندوزو الآن للنصيحة الثانية. النصيحة الثانية، النجاح ليس حكرا على الأذكياء فقط. المعنى ديالها بأنه ماشي غير الأذكياء هما اللي كينجحوا، كاين الناس ماشي أذكياء وكينجحوا وكيوصلوا لمجموعة من الأمور. إذا كاين نماذج كثيرة بزاف ديال الناس اللي بفضل المثابرة والإرادة قدروا يتخطوا مجموعة من الصعاب واللي وصلوا لنجاحات كبيرة بزاف. مثلا قدروا يوصلوا لجائزة نوبل وهما بيدهم كانوا كيقولوا بأنهم راه ما كانوش ذكيين باش وصلوا لهذا الشيء. يعني مهم بزاف يكون الواحد عنده الإصرار والمثابرة اللي ممكن يوصله أنه يحقق أي شيء يطمح له. إذن هذه هي النصيحة الثانية. نمر الآن إلى النصيحة الثالثة. النصيحة الثالثة هي جرب المذاكرة الجماعية، يعني جربوا أننا نراجعوا مجموعين، يعني في جماعة مكونة من 3 أفراد ولا 4 ديال الأفراد ولا 5 ديال الأفراد مثلا. إذن المذاكرة الجماعية أو روح الجماعة والعمل الذي يتجاوز نطاق الفرد ليتقاسم مع الزملاء والأصدقاء قد يفيدكم في التحضير الجيد للامتحانات. شحال من واحد فينا كيقول بأن المذاكرة الجماعية عندها سلبيات أكثر من الإيجابيات. لماذا؟ لأنه ملي كتلاقاو كنبداو غير كنجمعو في الخاويات كنبداو كنلعبو. ممكن تستثمر هذا العمل الجماعي وهذا الروح الجماعة في المشاركة ديال طرق الحل، في المراجعة وتبادل الاستراتيجيات ولا البروغرامات ديال الحفاظة، وهذا الشيء يقدر ينفعكم بزاف باش تزيدوا القدام وتوليوا تنافسوا مع بعضياتكم وتجيبوا معدلات متميزة إن شاء الله. النصيحة الرابعة، ابدأ بالسهل عند المذاكرة وابدأ بالصعب في حل الامتحان. إذن هنا غالبا كاملين بنسمعنا العكس ديال هذه الهضرة اللي قلت لكم هنايا. نبداو بالسهل عند المذاكرة والمراجعة ونبداو بالصعب حل الامتحان. دائما كيقولوا لنا توجيهات وفي اي اساتذة اللي قرينا عندهم كانوا كيقولوا لنا دائما في الامتحان سير الحاجة السهلة عاد مشي للحاجة الصعيبة. علاش؟ باش ما تروج زعما وما تستريساش في الامتحان. لكن نصيحتي اولا ابدأ بالسهل عند المذاكرة، يعني عند في الحفاظة ديالك قبل الامتحان بدا بالحاجة السهلة. علاش؟ لانه غتبدا بالحاجة السهلة عاد دوز هذا غير باش يبقى لك الوقت دوز الحاجة الصعيبة. ثانيا ابدأ بالصعب في حل الامتحان، يعني البداية بالتمارين الصعب في الامتحان. المقصود منه هو انه دماغنا ملي كيشوف شي حاجة صعيبة كينشط وكيسخن، وداك الساعات كنكونوا واجدين لأي سؤال. لكن الشرط انه ما تكملش في داك التمرين الصعيب، جا دوك التمارين الساهلين داك الساعات غدوز فيهم طاير. دونك هنا الهدف من البداية بالامتحان الصعب هو انه نشط الذاكرة ديالي وتولي تفكر منطقيا باش يكون التركيز ديالي 100%. داك الساعات كنمر الأسئلة لو التمارين سهلة وكندوز فيهم طاير بدون أخطاء إن شاء الله. نمر الآن للنصيحة الخامسة. النصيحة الخامسة هي تجنب التضليل المبالغ فيه. شنو هو التضليل المبالغ فيه؟ التضليل المبالغ فيه هو كاملين بنا عندنا ماركور بحال هذا. دونك هادو شنو كنديرو بهم؟ كنبداو نسطرو على الحاجات المهمة بحال هكا بحال هكا كيما كتشوفو هنايا في هاد الصورة باش كتأتيري الانتباه ديالنا. دونك هاد الهايلايتر كنستعملوه باش نوضحو النقاط المهمة والكلمات المفاتيح اللي كتلخص الصفحة اللي كنحفظوها ولا كنراجعوها. ولكن كاين اللي كيشد داك الماركور وكيبدا يصبغ الصفحة كاملة. واش ديك الساعات داك الماركور غيكون عنده فائدة؟ بيني وبينكم هاد الماركور هاد التضليل غادي يكون مبالغ فيه وغادي يولي لي بالعكس. فعاد ما يكون ايجابي داك التضليل غادي يولي سلبي، ما كنوليوش نفرقوا ما بين المهم وثانوي. نمروا الان للنقطه السادسه والنصيحه السادسه، اعتبر نفسك اول باول.
المعنى اختبر نفسك أول بأول. إذا هذه النقطة مهمة بزاف، المعنى ديالها هو أنني اختبر راسي براسي قبل الامتحان. كتلقانا بعض المرات كيمشيو للتمارين المحلولة بحال الناس ديال العلوم، حتى الناس ديال الأدب كيمشيو للمسائل اللي عندها الحل. كنبديو عينينا مع داك المراحل وداك الطرق اللي استعملوه في حل داك المسألة ولا داك التمرين، وكيسحاب لينا راه صافي، راه فاهمين الطريقة والمراحل وما عندناش المشكل. ولكني كنمشيو للتمرين بلا ما نشوفوا الحل، بعض الراس كنتلفو وما كنفهموش نتعاملوا معاه. لذلك نختبر راسي بيدي باش نوقف على مكامن الخلل فينا، هي شنو الحاجات اللي فاهمهم مزيان، شنو الحاجات اللي ما فاهمهمش مزيان، باش الحاجات اللي فاهمهم مزيان عيدهم عليا، الحاجات اللي ما فاهمهمش مزيان نعاود نراجعهم ونحفظهم مزيان ونخدمهم مزيان. الان نمر الى النصيحه السابعه. النصيحه السابعه هو راجع ما ذكرته في اماكن مختلفه، يعني نراجع داك الشيء اللي حفظت في بلايص مختلفه. علاش؟ اماكن مختلفه. اذا حنا كاملين كنراجعوا ولا كنحفظوا اما في بيتنا اللي كنعسوا فيه ولا في الصالون، المهم كل واحد عنده في بلاصه فين كيراجع دائما. لكن تاكدوا بانه نهار الامتحان ممكن ندوزوا في مكان ما نكونوش عمرنا شفناه، خصوصا هذا العام ممكن يعتمدوا داك الملاعب المغطاه، يعني ممكن نمشي لشي بلاصه ما عمري شفتها كاع. يعني هذه النصيحه مهمه بزاف، انني نبدل البلايص غير في الدار ونبدل البلايص. مثلا في صباح نراجع في بيتي اللي كنراجع فيه ديما، في نص النهار نمشي نراجع في الصالون، في العشيه مثلا نطلع للسطح ونراجع شويه تما، وبالليل ممكن نجلس في الكوزينه باغ اكزومبل مع الوالده ديالك واحد 15 دقيقه نراجع فيها غير شويه. هاد التبدال ديال البلايص غادي يساعدني فانه نهار الامتحان واخا ندوز فين ما دوز ما غتصدمش، ما غيتبدلش عليا الجو، غادي نكون مولف بانني كنبدل البلايص ديال المراجعه ولا الحفظ. الان النصيحه الثامنه هي هدئ نفسك ولا تقلق او تتوتر في قاعه الامتحان. النصيحة الثامنة العلاقة عندها بنهار الامتحان، يعني منين كندخل للقاعة ديال الامتحان. كما كتعرفوا جميعا بأنه نهار الامتحان كيبقى قلبنا كيضرب بزاف، يدنا كيعرق بزاف ديال الأمور، بحال كنحسوا بالستريس. دونك المهم انت حاول تقول لراسك بأنه هذا ماشي توتر، قول غير مع راسك بأنه هادشي حيت غير أنا متحمس للامتحان وباغي ندوز هاد الامتحان وإن شاء الله غادي نجيب مزيان. دونك ما تخليش القلق يسيطر عليك وكون هادئ. ممكن تستعن بالتنفس ببطء، تنفس شوية عليك شوية عليك وإن شاء الله غادي يحيد داك التوتر وتوكل على الله وما غيكون غير الخير إن شاء الله. مروا الآن للنصيحة التاسعة. النصيحة التاسعة حيلة جيدة لحل الاختبار من متعدد QCM les évaluations en QCM، الاختبارات ولا الامتحانات اللي فيها لي شوا، اللي فيها الاختيارات من متعدد. اذا هاد النوعيه ديال الاسئله كتلقى طلبه ولا التلاميذ كلشي كيجيب فيهم اخطاء نظرا للتسرع، يحسب ان كلشي سهل، ولكن هاد الاسئله هادو هما اللي خصك تركز فيهم مزيان. اول حاجه ممكن ديرها هي تقرا السؤال وتغطي الاختيارات وحاول تجاوب بلا ما تشوف الاختيارات. هاد العمليه غادي تساعدك خصوصا الا كانوا الاجابات متشابهين بزاف. حنا كنعرفوا بانه في الكيو سي ام في الاختيارات من متعدد كيكونوا غالبا الاجوبه بحال 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 بحال، يعني صعيب انك تفرق. دونك حاول تخبي داك الاجابات وقرا السؤال وحاول تجاوب عليه انطلاقا من الحفاظه ولا المراجعه اللي راجعتي انت، وانطلاقا من داك الجواب ديالك ديك الساعات غادي تشوف الاختيارات وغالبا ما غتلقى الجواب ديالك منطبق مع احد الاختيارات وغادي يكون الجواب صحيح 100% ان شاء الله. الان النصيحه العاشره والاخيره هي مراجعه الاجابات بعين جديده. مراجعة الإجابات بعين جديدة ما معناها؟ هو في الحقيقة هذه النقطة مهمة بزاف، حيث بعض المرات كنديروا شي أخطاء اللي بديهية وخصنا عليها الطرش الصراحة. شحال من واحد مثلا 3 في 2 كيدير لها تساوي 5، 3 في 3 كيدير لها كتساوي 6، بعض ما يحط 9 كيحط 6. علاش؟ لأنه تلف داك اللحظة 3 في 3 هي نورمالمون خصو يكتب 9، 3 في 3 الضرب وكيدير لها الجمع، 3 في 2 كيدير لها 5 حسب له الجمع. دونك شحال من واحد دار فينا هاد الأخطاء في حياته. دونك باش نتفادى هاد الأخطاء غنعطيك واحد النصيحة اللي مهمة بزاف، هي منين تسالي التمرين. مثلا أنا عندي امتحان فيه واحد 5 ديال التمارين ولا 4 ديال التمارين، نسالي التمرين الأول غادي ناخد واحد 10 ديال الثواني، غادي نهز راسي على الورقة ونشوف برا مثلا ولا نشوف السبورة ولا هذا. دونك ما نبقاش كنشوف في الورقة ديالي ورجع داك الساعات لداك التمرين بواحد النظرة واحدة أخرى، كأن
انك انت هو المصحح، وضروري غادي تشوف الاخطاء ديالك وغادي تصلحهم في وقت وجيز، وما غتفقدش النقط اللي هي بديهيه واللي يحسب لك انت بانك جاوبتي فيها مزيان. دونك هادو هما النصائح العشره اللي كانوا عندي. في الاخير اتمنى لكم النجاح والسداد. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، نتمنى انكم تكونوا دائما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.